Sizi kurtarmak için ölmeyi göze alabilir mi? Sinan benim için her şeyi göze aldı. Kendi hayatını yaşayarak benim hayatımı kurtardı. Sonra da... Lek fıtuğum kırım al Allah. كرمال الله عم نحضر أكثر مشهد حزين بالعالم. أنا ورم عيوني من البكي وإنتي قاعدة عم تضحكي. على شو عم تضحكي؟ ما عم بعرف على شو، فهميني. لك ما تصدقي هالسخافات ليزا، هذا فيلم بالنهاية. لك إنتي عم يا شي، مانك شايفة قديش البنت عم تتلوى بنار الحب؟ اسمعيني ليزا، ما في شي اسمه نار الحب. هالفزلكة بالأغاني بالأفلام مو أكثر من هيك، فزلكات. قلبي عم بيحترق عماد. نار بصب لك مي وطفيك. المي ما بتنفع، قلبي عم بيحترق بنار الحب. إذا بشرب المحيطات ما بستفيد. أولا ما في شيء اسمه حب، كله كذب. عن جد طلع في شيء اسمه حب عماد؟ الشيء اللي بيقولوا عنه حب ضحك على اللحى، والإنسان بيحب يصدق ويضحك على حاله، فهمتي؟ بيصدق وهمه وبيتمنى يكون حقيقي، بس كله كذب. يا ما قلت لحالي من قبل، حاولت أضحك على حالي كتير بس ما قدرت بالمرة. قلت يا ابني انت مانك لا حابب ولا عشان، بس أنا عشقان كتير وغرقان لشوشتي. طلعي فيني ليكي، رجعت لطبيعتي. هي فتون ما في شي بيهمها. نشكر الله ومنحمده. أنا منيحة كتير، أنا رائعة، أنا رمز قوة الإمرأة. يا ريت لو فيني رجع الوقت لورا، يا ريت وقت هي صارحتني بحبها كنت رجال قبضاي وصارحتها وقلت لها أني بحبها كمان. يا ريت. معلمي ليش عم تحكي هذا الحكي إلي؟ ما بعرف ليش عم بحكي لك عماد. قوم يلا قوم، خلينا نروح يا معلم. الحساب عطيه لألو.